أنا اسمي طاهر مصطفى، سني 21 سنة ومن مصر، بلد أم الدنيا، أتمنى إن أنا أشرفها. أنا بحب الكورة قوي، مجنون بيها، بكره الكركبة وبحب إن أنا أكون في أي مكان يكون نظيف ومرتب. رسالتي للشباب إن مفيش فرق ما بين أي مسلم ومسيحي، كلنا بنعيش في عالم عربي واحد، وبالاجتهاد وبالإخلاص أتمنى إن يكون الأمل هو اللي بيرافقني في الأكاديمية.